مرة نتوقف عند الفيصلي أيضا الذي واصل استعداداته في هذه الأيام للمباريات القادمة والجولات القادمة. مدير أو رئيس النادي الأستاذ فهد المدلج الذي تحدث اليوم أيضا خلال التدريبات. يوم الأربعاء مع شقيقنا نادي القادسية تعتبر مباراة دورية، لا شك أن الحرص يعني على الخروج بثلاث نقاط من المباراة يعني للفريقين شيء كثير، بحكم تقارب النقاط العدد النقطي سنسعى جاهدين بإذن الله نحن على أقل تقدير يعني نرجع ولو بنقطة واحدة. المهم في الموضوع ان احنا يعني المعدل النقطي ان شاء الله يستمر في ازدياد ان شاء الله، وهذا اللي يعني نأمله من عطاء الجهاز الفني والإداري ولهم الأهم اللاعبين في داخل الملعب ان شاء الله. الكابتن عقيل أبو الغيث، و يعني العرض اللي قدمه لكم نادي الهلال، ما هي آخر الأخبار عن هذا الموضوع؟ يعني ماذا تحديد يعني نادي الهلال الشقيق بالذات تلقينا عدة عروض يعني تقريبا من خمس أندية جميعها ترغب الاستفادة من خدمات اللاعب يملك إمكانيات فنية. نتمنى بقاءه في الفيصلي، لكن أحيانا المادة، وأيضا احنا في عصر احتراف لابد أن اللاعب يأمل أن ينتقل إلى نادي في امكانيات اعلى لتطوير مستواه واستفاده من الامكانيات الفنيه والاداريه الموجوده والماليه الموجوده في الانديه اللي تفوق الفيصلي في الامكانيات فقط. لكن انتقاله يعني لم يتم الى نادي معين، ولكن هناك تفاوض مع خمس انديه ممكن يكون من ابرزها الهلال، وستتضح ان شاء الله الرؤيه خلال الخمس ايام القادمه ان شاء الله. نتكلم عن العرض بالنسبه لخمس الانديه مع نادي الهلال، العرض الاكبر الذي وصلكم من اي نادي؟ اقواها الهلال، يعني هو الان دخل بقوه 10 ملايين تقريبا، وان شاء الله يعني خلال الخمس ايام حتتضح الرؤيه ان شاء الله.